نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، ما من مسلم إلا ويرجو البركة من الله عز وجل في أقواله وأفعاله وفي ماله وولده، فهو يدعو الله عز وجل لنفسه بالبركة، إذ يقول: اللهم بارك لي فيما أعطيت. وإن تزوج أخوه دعا الله له بالبركة قائلاً: بارك الله لك بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. والإنسان يدفع عينه الشريرة عن الأذية بأن يبرك لأخيه، فإن رأى ما يعجبه برك له، كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: اللهم بارك له، أو تبارك الله عز وجل. وأن تبرك بالشيء للإنسان بمعنى أن تدعو له بالبركة، وهي الزيادة والنماء والخير. والبركة لا تكون إلا من الله عز وجل، إذ هي من أفعاله وهي من صفاته سبحانه. فتبارك الله بمعنى تعظم وتعالى وارتفع عز وجل. والبركة التي نطلبها تكسب وتنال بفضله وذكره، فالله عز وجل هو المبارك، وكل ما سواه مبارك. فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم مبارك، لذا كان أصحابه رضوان الله عليهم يتبركون بجسد النبي عليه الصلاة والسلام، وبعرقه وشعره وثيابه وأوانيه، مع اعتقادهم الجازم أن واهب البركة هو الله، وأن خالقها هو الله عز وجل، لا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما الآن وبعد وفاته عليه الصلاة والسلام، فإن تلك البركة قد انقطعت لزوال ثبوت نسبة الأشياء إليه صلى الله عليه وآله وسلم. الآن ما يوجد في الساحة من ثياب وحذاء وسيف وعمة ونحو ذلك، كما يوجد في المتاحف وبعض المساجد، كل ذلك لا تصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك لا يجوز التبرك بشيء منه. ومن الأمور التي شرع الله تعالى لنا أن نتبرك بها قراءة سورة البقرة، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا يستطيعها
أو ولا تستطيعها البطلة أي السحرة. ومما يتبرك به مجالس الذكر التي يغفر الله تعالى فيها لجميع الحاضرين، وأسأل الله بفضله ومنه أن يجعل مجلسنا هذا من تلك المجالس. جاء في الحديث أن الله عز وجل يقول للملائكة بعد إخبارهم عن مجالس للذكر مروا بها، قال: فأشهدكم أني قد غفرت لهم، اللهم اغفر لنا يا أرحم الراحمين. فيقول ملك فيهم فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة، فيقول: أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. وأكثر المسلمين اليوم للأسف الشديد يعرضون عن مجالس ذكر الرحمن ويقبلون على مجالس ذكر الشيطان، ولذلك زالت البركة من حياتهم. عباد الله، أخبرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن مما يبارك الله عز وجل فيه الطعام الذي نأكله ونتناوله بفضله ومنه وكرمه، فطعام السحور بركة، وماء زمزم بركة، ومن أسباب مباركة الطعام أن يجتمع المسلمون عليه وأن لا يأكلوا وهم متفرقون في المجالس. قال صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه عندما اشتكوا من قلة الطعام وأنهم يأكلون ولا يشبعون، قال: فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه. والسنة أن يأكل المسلم مما أمامه ومما يليه، وأن لا يأكل من وسط الطعام. قال صلى الله عليه وآله وسلم: البركة تنزل وسط الطعام، فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا من وسطه. ولقد أمر عليه الصلاة والسلام بلعق الأصابع والصحفة، فقال: إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. وفي رواية كان صلى الله عليه وآله وسلم لا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه. وكم فرط المسلمون اليوم في هذه السنن، كم من المسلمين من يتضايق إن أكلت من الصحن العام مباشرة ولم تغرف في صحنك، كم من المسلمين من لجهله قد يشمئز إذا رأى أحداً يأكل الطعام بيده وينهاه ويقول: ألا تأكل بالملعقة؟ ولا يدري أن ذلك من السنة. والأكل بالملعقة حلال، لكن من أكل بيده هل ينكر عليه؟ وقد فعل ذلك الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. بل من الناس من جهله من يشمئز إن لعقت أصابعك أمامه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولذلك نزعت منهم البركة. ومن الأماكن المباركة المساجد، وعلى رأسها الحرمين الشريفين والمسجد الأقصى ومسجد قباء، والتبرك المشروع بها لا كما يفعله الجهال من التمسح بالأبواب والنوافذ أو الجدران بخرقة وجعل تلك الخرقة في مكان مخصوص يستشفى بها، هذا كله من الجهل. التبرك بتلك الأماكن المباركة يكون بالصلاة فيها والاعتكاف وحضور مجالس الذكر. كذلك هنالك أوقات مباركة خلال العام والشهر واليوم والليلة، كشهر رمضان وخاصة ليلة القدر التي وصفها الله بالبركة بقوله: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. كذلك العشر من ذي الحجة ويوم عرفة ويوم الجمعة، وخاصة آخر ساعة في يوم الجمعة حيث يستجيب الله عز وجل لمن يدعوه. كذلك الثلث الأخير من الليل، وهذا هو وقت النزول الإلهي، كلها أزمنة مباركة يتعرض فيها العبد لنفحات ربه الكريم بالأعمال المشروعة رجاء البركة. واعلموا عباد الله أن الأعمال الصالحة والأخلاق الحميدة، وعلى رأس ذلك الصدق،
تؤدي إلى جلب البركة الدينية والدنيوية. فسل نفسك يا عبد الله، هل تريد أن يبارك الله لك في ولدك؟ هل تريد أن يبارك الله لك في مالك؟ هل تريد أن يبارك الله لك في أعمالك؟ استمع إلى قول الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. فالكذب هو من الذنوب مزيل للبركة، وكذلك الحلف في البيع والشراء يمحق الله تعالى به البركة. قال صلى الله عليه وآله وسلم: الحلف منفقة للسلعة، يعني إذا أنت حلفت فإنك سوف تبيع السلعة التي تريدها. الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة. فأي منا عباد الله يريد لسلعته أن تروج وأن يبيعها، ولكن الثمن يكون بالمقابل أن ينزع الله البركة من ماله ومن ولده ومن عافيته؟ من العاقل الذي يريد ذلك؟ أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. عباد الله، إن البركة نزعت من حياتنا بسبب بعدنا عن الله عز وجل ولعدم تطبيقنا شرعه في حياتنا، فنحن نرى نزع البركة من أعمارنا وأوقاتنا، وكيف أن الزمان يمر بنا سريعاً بلا فائدة. كذلك نرى الغلاء الفاحش وارتفاع الأسعار ونزع البركة من الأموال وكثرة الديون وشح المياه وكثرة الجرائم، كل ذلك بسبب ذنوبنا العظيمة التي محقت البركة، كانتشار الربا وأكل أموال الناس بالباطل وهجر المسلمين للمساجد وترك المجال لأهل الإفساد من متبع الشهوات في نشر فسادهم الإعلامي وبث سمومهم على قنواتهم الخبيثة بلا رقيب ولا حسيب على ما يقولون. ولا شك ولا ريب أن من أهم عوامل نزع البركة من حياتنا تركنا الجهاد ونصرة إخواننا في سائر أنحاء العالم عامة وفي فلسطين خاصة. وما أدراك ما فلسطين؟ تلك الأرض المباركة المنسية التي يضطهد أهلها، بينما نحن في نعمة ورفاهية وترف، رضينا بترك الجهاد وترك نصرتهم، ووالله سنُسأل عن ذلك كله يوم القيامة. ولقد حذَّرنا الله عز وجل من الاغترار بما نحن فيه من أمنٍ وأمانٍ وعافيةٍ ونعمة، حذَّرنا بأن ما نحن فيه من خير سيزول بأسرع مما نظن. قال عز من قائل: وإن تتولوا يستبدل قوماً غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. نسأل الله عز وجل أن لا يغير علينا نعمة أنعمها علينا. عباد الله، إن التبرك أمر شرعي لا يدرك بالعقل ولا بالاجتهاد، إنما يتوقف وجوده على نصوص الشرع. فما جاءت الشريعة بجواز التبرك به تبركنا، وما لم تأت به توقفنا وامتنعنا. أما ما يفعله الجهال عند مقام إبراهيم عليه السلام، أو عند قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو عند الأضرحة والقبور من تمسح ومن الإتيان بخرقة يمسح بها الأرض والجدران والأبواب رغبة في الاستشفاء والبركة،
وطلب البعض بشراء المسابح أو السجادات، سجاد الصلاة من الحرمين وغسلها بماء زمزم ظناً أن الصلاة عليها تتضاعف أضعافاً مضاعفة وأن في ذلك البركة، وغير ذلك من الأمور المنكرة، كأن يأتي الصالح من عباد الله أو الطالح فيقال زارتنا البركة ويتبرك بمجلسه وبما يشربه ويأكله من بعده، فكل ذلك من الضلالات ومن البدع المنكرة المغلظة التي قد تصل إلى الشرك الأكبر، نسأل الله لنا ولكم العافية. ولقد وضع شيخ الإسلام رحمه الله مقولة طيبة مباركة في معرفة ما يجوز التبرك به من الجمادات، إذ يقول: ليس في الدنيا من الجمادات ما يشرع تقبيلها إلا الحجر الأسود. وقد ثبت في الصحيحين عن سيدنا عمر رضي الله عنه أنه قال وهو يقبل الحجر الأسود: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقبلك ما قبلتك. فاتقوا الله عباد الله، واتبعوا سنة الخليفة الراشد عمر، تهتدوا، ابتغوا البركة من الله عز وجل، فالبركة كالرزق والعافية لا تكون إلا من الله، وطلبها من غيره شرك. تجنبوا البدع والضلالات، تهتدوا وترشدوا، وإياكم وما يفعله أهل البدع من الغلو في كبرائهم وساداتهم ووصفهم بالصلاح، وهم أبعد عن ذلك ما يكونون. إياكم والتبرك بالأحياء منهم أو بالأموات بتقبيل أياديهم وأقدامهم، فإن ذلك كله من المحدثات، وكل محدثة بدعة وضلالة. وهذا التعظيم والتبجيل والتبرك ما حصل من التابعين مع الصحابة رضوان الله عليهم، وهم خير الناس، فكيف بمن دونهم؟ نفعني الله وإياكم بالقرآن والسنة المطهرة. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتولنا برعايتك ولا تحرمنا. اللهم بارك لنا فيما أعطيتنا، اللهم بارك لنا في صحتنا وعافيتنا، اللهم بارك لنا في زوجاتنا وأبنائنا وبناتنا، اللهم بارك لنا في أموالنا يا رب العالمين، واجعل البركة حيثما نكون، اجعل البركة في أقوالنا وأفعالنا، واجعلنا مباركين حيثما كنا يا رب العالمين. وصلِّ اللهم وسلِّم وبارِك على نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين.